يعطيكم العافية. كتير في ناس بتحس بنفخة من بعد الأكل. أحد أسباب النفخة هو تناول الأكل بطريقة سريعة، لأن بخلينا نفوت هوا نحن عم ناكل، فمصير نحس بنفخة. فكلوا على مهلكم واستمتعوا بأكلكم. لازم الوجبة تداين على الأقل نص ساعة. دايما تذكروا أنه عملية الهضم بتبلش بالتم، فلحتى نخفف من الشعور بالنفخة خلينا نعلق الأكل أكثر. أسباب تانية للنفخة هو تناول بعض الأطعمة مثل الملفوف، القرنبيط، البروكولي، الأرتيشوكة والحبوب. وأبدا ما بدنا ننسى أن المشروبات الغازية بتحصر الغاز بالبطن. في دراسات بيّنت أن الشاي الأخضر والزنجبيل والشمرة بتحسن من عملية الهضم، بالإضافة أكيد لبعض الأطعمة مثل الأناناس والبقدونس واللبن، لأنه في بقلبه بروبيوتيك يلي بخفف من النفخة. أكيد أي سؤال أو أي استفسار ياريت تكتبون بالكومنتس، ويعطيكم العافية.